أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر
الكفار وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بسم الله.